يعتبر تتمين رأس مال البشري وتأهيله مدخلا أساسيا لأي إصلاح منشود. ولهذا الغرض وبالنظر لأهمية النظام الأساسي لمدة في الوزارة في تطوير التسيير والتدبير الإداري، فإن الوزارة بصدد إعداد مشروع نظام أساسي جديد خاص بالأطر الإدارية والتقنية، سواء العاملين بالمصالح المركزية والمؤسسات الجامعية. اعتماد نظام أساسي محفز يشمل جميع الأطر، إقرار نظام المباراة للتوظيف وعند تغيير الإطار، إحداث شبكة جديدة للترقي وتحمل المسؤولية، الرفع من قيمة التعويضات والتعويض عن الأخطار المهنية، الرفع من عدد الأرقام الاستدلالية، واعتماد التكوين والتكوين المستمر الإشهادي ضمن معايير الترقي. شكرا. شكرا سي الوزير. بغيت نقول بأن الموظفين والتقنيين ديال الجامعات المغربية كيف ما قلتيها هما جنود الخفاء. حنا كندير واحد العمل اللي بغينا يكون عمل اللي غادي يخلي المنظومة كلها ترقى، واللي بغيناه هو التكوين المستمر. اللي مش كيوقع الموظف كيدخل بالتكنيسيان ولا بالماستر وكيصل لواحد اللي سميتو الترقيه اللي صافي ما كيبقاش يزيد عليها. في الدول اللي متقدمه كاين واحد الترقيه اللي كتبقى مدى الحياه. هذا الشيء خصنا نخدموا عليه. عارفين الظرفيه ديالنا كي دايره اليوم، عندنا لا لوا 0100 اشونجي، عندنا لو ستاتيو ديال لي زونسينيون شيرشور. لاول مره كنتكلموا على لو ستاتيو ديال الموظفين. خصنا نمشيو بالعقل حتى الحكومه ديالنا وحتى الراي العام وحتى كل شيء يتقبل هاد المنظومه اللي بغينا نخدموا عليها باش تكون عندنا تعليم عالي بجوده وبالمعايير الدوليه اللي كاينه. شكرا.